مقهى ليس فقط لارتشاف قهوة الصباح وحديث عابر مع أحدهم، بل فضاء يتواصل فيه الفرد باللغة الإنجليزية من التحية إلى الطلبية، مبادرة هدفت إلى تطوير اللغة الإنجليزية للراغبين في ذلك. هذا المقهى افتتحناه من أجل دمج شيئين مشتركين، وما نحاول فعله هنا هو مزج الثقافة الجزائرية باللغة الإنجليزية بجعل الجزائريين يتكلمونها بطلاقة. بتراث جزائري أمازيغي أصيل يطبع المكان، وخدمات لا تكون إلا عبر لغة إنجليزية شكلت حيزاً فريداً جمع كل من أراد تعلم وترسيخ هذه اللغة. درناه للطلاب تاعنا، للشركاء تاعنا، ولا كوميونيتي تاعنا اون جينيرال. دونك شفنا باللي بزاف الطلاب تاعنا كيجيو يقراو عندنا راهم يديفلوبي وبراتيكي يستغلوا الفرصة باش يهضروا بالانجليزية، يتعلموا اللغة الانجليزية. قلنا علاش ماشي يكون عندهم اون بلاص وكاين ان كافي، يقدروا يشربوا قهوة، يقراوا كتاب، يهضروا على لي بروجي تاعهم في الجامعة بار اكزومبل باللغة الانجليزية. فوالا انا قبل ما نجي هنايا درت فورماسيون باريستا، ومن بعد خدمت في لي كافي. ديجا انا من قبل كانت عندي شويه اونغلي، شغل نسبيكي شويه اونغلي من قبل، اون بليس شغل مع الدراري الصغار وهنايا لي تيتشر تما، شغل اني نديفلوب اكثر، شغل اني نتعلم اكثر. فسحه ولقاء، ففي الاخير ما هو الا مقهى يلتقي فيه اشخاص شغوفون بلغه شكسبير للتعارف وتبادل الافكار. كفتاة جزائرية تتكلم اللغة الإنجليزية، يصعب علي إيجاد أماكن أتكلم فيها بلغة الإنجليزية، ومنذ افتتاح هذا المقهى أظن أنها مبادرة جيدة للقاء أشخاص يمتلكون نفس خلفيتك الثقافية. عندنا تنوع ثقافي بزاف، دونك هذا الكومن جراوند كي حليناه بوكو بلوس على جال هذا التنوع الثقافي باش حنا نقدروا نخرجوه للناس برا. دونك تلقى عباد زعما من الجنوب من الغرب من الشرق كامل يجوا هنايا في هذا الكافي شوب، يقعدوا يقصروا ويهضروا منا، وتاني يدوا أفكار على بعضهم. مبادرة مثل هذه تبين الانفتاح الثقافي لجزائريين دوما يسعون إلى تعلم اللغات الأجنبية.